بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. نكمل اليوم تختيم لعبة رايز اوف توم رايدر. آخر مرة يعني صارت كارثة في قبيلة جيكوب، هجموا عليهم جماعة كونستانتن، تقريبا يعني المصابين عددهم كبير. نكمل في الحلقة السابقة، اتضح ان يعني ما كان واضح بالضبط، بس ان احتمال ان هذا كونستانتين واخته، اتوقع اسمها، نسيت والله اسم اخته، يعني عندهم مرض وهدفهم انهم يتعافى من هذا المرض بالحصول على الشيء هذا اللي يسموه ترينيتي. اوكي هناك. والله اللحظة الأخيرة. طيب يا لارا يا بنت كروفت، يلا بيضي وجهنا. لارا بنت الحج كروفت. هذا المكان انتو دا اكروبوليس، ما ادري ايش معنى اكروبوليس. اوكي Jacob, it's a mess up here. There's no sign of your people. Sophia might have taken them into the catacombs beneath the tower. But I've lost contact with her. Alright, I'll come around that. We're almost done evacuating the wounded here. I'm Sophia. Okay, I'll call him قريب. طيحة يا هو. فوت ما أدري. أوكي هنا ممكن يكون، هنا بس بحاول أبدا أروح هنا. اتوقع هنا مدام حاطين هذا. خلاص يا عم هناك. يمديني والله ما يمديني. اوكي حلو. يا الله غلطتي، نطيت، كنت ابغى اسرع يعني اروح. بس يلا شو نسوي. اوكي حلو. لا لا، طريقنا صح، طريقنا صحيح. حاولي على نفسهم سوي شي جسر.
تقريبا نفس الأشياء اللي في الجزء السابق، بس إنهم أضافوا يعني أشياء جديدة زي مثلا قطع الأحبال. قطع الأحبال هذا ما كان موجود في الجزء اللي راح. صوت ساعة. أتوقع عندنا سباحة الموضوع. أسبح. طيب. صوت الهليكوبتر. حسبي الله عليه. Well, I hope I am not late. I'm not a heart. طيب. إذا بس ممكن شيء هناك. هذا الزيت حق اسهم النار. عدموه، كانوا يبغوا يلحقوا عليهم. ريتش ذا تاور. لا ادعو قاتلك الله من نعيم. ما صار كل هذا، ما صار حرش علينا الملك. ذاك صادنا، لا شغلنا عدل، بس هذاك حرش علينا الكلب. اوكي شفنا هذا سكيب، حركتنا حلوة نخلص عليهم. بعدين هذا ابن الذين، هذا هو النكبة. المفروض ما استخدم الاسهم. هذاك يبغى لي الحق عليه بسرعة. كلنا من هذا يا الله. أتوقع أن يمدينا ذبحه، بس خلنا نكون سريع. والله يمدينا
هذا ما له انك طلعت روحي. اوه هناك طريق. اوه سموك. حلو يعني ارميها هناك. حلو ولا يشوفوا شيء. اوه صادم. يا رحمة ما نجحت، كنت أبغى أسحب. صعبة. لا بدأت اللعبة تصير صعبة. ممكن من خلال الأسهم بس أكون دقيق. هذا حلو. باقي واحد هناك. مو راضي يدور. اوكي خلاص. ايوه حلو. كم واحد؟ اوكي. اوكي حلو اخيرا. طيب فطور. اثنين عددهم وثلاثة. والله هذول يبقى لهم مولوتوف. ايوه اوه صادر. يا الله
تأخرت أنا. تأخرت أنا. مفروض أسوي المولوتوف أرمي عليه. بس انا والله زين طيب ناخذ رصاص مكحل كل شيء فل عندنا والله زين ما في شيء هنا مش عارف داخل وش هذا طاحت وياها الفنبله عليها يعني تعميهم تخليني شو اسمه مكان مخيم هذا مخيم لا ما ادري ايش هالمكان هذا اللي جالسين فيه اوه هم قاعدين ظاهر عددهم كبير. وين المنتجين؟ وأقدر. خلنا نجرب. حلو. يا سلام. خلاص هم معتقدين صوفيا قبضوا عليها في مهمتها انهم تنقذوا الأسرى تقول انا يعني حكمت عليش بالخطأ ما توقعت اني شخص طيبة الله يكثر من امثال الشدارة طيب ايش مهمتنا الحين حررهم اتوقع هذا اللي انا جيت منه طيب شو نسوي يعني؟ اوكي صحيح نستخدم هذا بعد واحدة يلا بينا بعدين هنا بعدين هنا بعدين الكابوين
There it is. Maybe I can unblock it from here. Can I unblock? The gap gun. Will be safe there. Okay. أتوقع استخدم الأسهم، أسهم النار. ما يحترق. خلنا نجي هنا أول. Some kind of armory. لازم نحصل على سلاح أول أتوقع بعدين. This should do it. وش هالسهم الخطير هذا؟ جرنيد أرو سهم متفجر، وهذا جديد، أسهم متفجرة. أوكي. An ancient deer trap. أوكي أتوقع الحين يمدينا. تباعد عني. طيب. عشان يهربوا. حلو. Thank you, Laura. They'll be safe in the catacombs for now. I know you seek the divine source, but my people will die to protect it. Your people are already dying. You can't protect it forever. We've lasted this long. But for now, I'm glad to have you as an ally. They're converging on the tower. We've still got people there. Get the others to safety. They'll need you. ايش مهمتنا الحين؟ كرافي وابويس انفكتوري. اوكي من هنا. اوكي هنا. خلنا نشوف اذا عندنا سكيلز والله شيء. عندنا 2 سكيلز. ايش هذي؟ شكلها حلوة. حلوة اوكي. شوف الأسلحة. تقريبا هذا كلهم يمدينا نطورهم. خلينا نبدل هذا نشوف ايش نقدر نطور فيه. نحوة. كومباوند باو. اوكي. خلنا نطور هذا الشيء. كمباود اوكي طورناه. شوف كيف صار السهم اسمه كمباود الحين، ما هو عادي. طيب
اوكي حلو. في كتاب هنا والله هذه الكتب يعني اشوف انها ترفع الاكسبيرمنت حقها، يعني مو بالضرورة انك تقراها، يعني تقدر تسحب عليها، بس يفضل انك لا تسحب يعني على الكتب، خذ على الاقل الاكسبيرمنت. شوي شوي حبة حبة. صار بطيء بهالشكل، خلنا أقلل. حاضر يا رجال، والله إن تعبنا يا هالألعاب، يعني غيرنا برنامج التسجيل ولسه في فريزنج وما فريز، مشاكلها مشاكلها ما تخلص. أوكي إن شاء الله تروح. يا لا 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 ارجع، انا ما ادري هل هذه المشكلة صاير فريزنج غريب. شو يمكن مو ما يكون هو السبب يعني، بس ما زال ما ادري ايش خصته. والله اللعبة دي طلعت روح. خلنا نرجع، ما ادري ايش فيه يعني، هل من الجهاز هل يعني. كنت استخدم برنامج اسمه الفرابس وكان ماشي لحد ما كنت العب لعبة Resident Evil Zero، صارت مشكلة غريبة من اسجل اصير يعني فريز وصير بارد، فغيرنا البرنامج اخذنا هذا وحلو يعني، بس ما تهنينا به في مشكلة ما شوف. اوكي ما تدري ايش تسوي. عشان كذي انا احب الكونسول اكثر، يعني الكونسول خلاص تحط اللعبه وما في عشان بس تلعب على البي سي مشاكل وبرامج وفيروسات اوكي مثل use explosive. اوكي اوكي المفروض ما اكون قريب. والله اللعب ما تستمتع هذا الشكل. هذا سهم متفجر. استلمهم بالأسهم المتفجرة. عادي نفسي. اوكي لا زين رجعت له، يعني هذا البرنامج زين بس احيانا نسوي مشاكل زي ما شفتوا.
كان واحد الله يا حوا انا استلم هالمراعين من الحين ارتاح منهم عليه الموضوع شويه تركيز زي الملعون كل شيء سهل هذا سهل أرتاح الرصاص انتهم بس الجايين على حلو حلو والله خلاص أظن يا أكمل عمين ليك ما تظن إلا يكلم تتكلم يا صيدة هذا اخر يا غريب اقتل هذاك اللي على جنب على طول يا واحد يفلت خنابل ولا مصعب الامور وينك والله اول واحد هنا اتوقع صيبك يا ها
Okay. ما أدرى من هلا خلنا نتسلح البندقية ولا يجينا طيب هذا هو يعني مسوي كذي من اول Laura, are you there? I'm in the tower. I'll have the hack on for me. Damn, just hold on. I'm on my way. Ah, listen. Keep me covered. Keep
عددهم كبير. هدينا نسحب عليهم. هم ما يبغون شوف خلني أقمصهم. No, the Atlas could be down there. Venza, incoming! Keep on! You and me! Hold on! Hello? Back me up! والله المكان هذا اثنين مراضين موتوا. يا حيوان استخدم معهم يعني فجر ما يجي شيء هذا أولي أختبع عنه He's up!
حاولنا لحظة توقف عندنا دقيقة المفروض تساوي شغل اليوم نقتلك يا اخوي قاسم اخيرا يا لازم كل دقيق جيكوب they're gone اوكي طولنا يا هم ما في this battle's far from over will you tell me more about this place you ran that much come with me Our prophet brought the divine source to this valley. My ancestors built a test to protect it from the outside world. To what end? What is the divine source, Jacob? Jacob عنده معلومات خطيرة. An artifact from a time long forgotten. We believe it holds a fragment of God's soul. Legend tells us those who beheld the source were granted immortality. Others have always been drawn here, seeking its power. Trinity. Yes. They seek to spread their darkness across the world. With the source, their soldiers will be unstoppable. Then help me find it before they do. This is not your burden. Of course it is. My father died for this. You can't fill the emptiness inside you, Lara. You can only set it free. I'm gonna find it. With or without you. أعطانا معلومات عن الشيء اللي يدوروا لترينيتي اللي اسمه الارتيكرافت وهذا الشيء في شظايا أو أجزاء من روح الإله واللي يمتلكه يمتلك يصير عنده الخلود الإمورتاليتي طبعا هو رفض انه يعلمها ومكانها قالت لنا راح اوجدها يعني بمساعدتك او بدون مساعدتك لان والدي Who trespass? My father believes they will stop Trinity. He can't take that chance. أتوقع أن صوفيا صوفيا طبعا تعاطفت وياها الحين يوم yeah. مساعدتها يوم إن ساعدتها وعلمتها الظاهر المكان قالت له روحي للكاثيدرال كاثيدرال أتوقع مكان زي الكنيسة بس قالت لها في هناك ناس ما يموتوا ظهر ونواجه أعداء ما يموتوا ف. كوني حذرة قالت لها والدي اعتقد ان هذول الاعداء اللي ما يموتوا هم بوقفوا الترينيتي اذا وصلنا اوكي شباب راح نكمل ان شاء الله في الحلقات القادمة اتمنى ان هذا البارت عجبكم اشوفكم على خير وفي امان الله